عرفتي هذيك انا كتشوفي في ولدك كتقطع كبدت كتقطع قدام كيقول لك ديديا ماما ديديا ماما. الاطباء كاملين اللي بغى يعمل البنج ولا اللي غادي يفتح له كلشي مخلوع، ما حتى شي حد ما قادر يقيس العيط. قال لك من اخطاء انواع الاورام اللي تكتشفت لحد الان، يعني ورم قبيح، يعني ما نقدرش نضمن لك العيش ديال ابنك. دخل خرج قال لي كلشي تضرب لنا في الزيرو. قال ما نقدرش، قال العائلة عنده شي ميكرو في القلب، خاصه دابا نشوفوا طبيب القلب نيشان فحال كيعملوا تجارب في الفئره. معمول قالوا لي غادي يموت، عمر ما قالوا لي غادي معايا غادي يموت. اللي ديك لي ستاجير اللي صغارين كيتعلموا فيه هو عارفه غادي يموت وتيقول لي هو ما بغاش حادي باش ما يموتلوش في يدو، هذا هو الهدف ديال انا ما يموتلوش ما يموتليش في يدو. قلت له شنو واش غادي ترجعوا للطبيب ديالو الدكتور ولا شنو؟ قال لي يمكن لك تخرج لو بغيتي تخرج صافي، يعني قداوي شغل ديالهم يمكن لك تخرج لو بغيتي تخرج. بس حتى من خاتم هاد المغياج ديالي بعتها، تقول مابقاتش كتهمني حتى شي حاجه، كتكون غير باش نسد الدون اللي عليا. انا ولدي ضاع لي، مشى الله يرحمه راه طير من طيور الجنه، والدون بقات متراكمه عليا وانا مهدده بالحبس. النداء اللي كنوجه حاليا كنوجه للناس اللي كيبغيو يعملوا الخير واللي كيبغيو يتعاملوا مع خوتهم المغاربه في المغرب لا داخل ولا خارج المغرب، من المحسنين اللي كيبغيو يعملوا الخير انهم يتعاونوا معايا حتى نفك هاد الدوين هادو، والله لا يضيع اجر المحسنين. هادشي اللي كان قصه ديال العلاء مسكين كان معلي ما بين كان وليد عادي، كان شي لعب تا هو فحال فحال العواوال، ما في حتى شي حاجه، كيجري كيلعب كيضحك يعني ناشط، ما في حتى شي حاجه. بدا المرض بدا كان كيلعب السبب ديالو واحد الطيحه، كان عي واحد الطيحه صغيره يعني ابسط بحال العواول كاملين هي في واحد الدرجه في الباب، يعني ما ديت ما جبت فيها، يعني ما قلتش شي حاجه تكون شي حاجه بسيطه. مره ولا عيالتي يقول لي ماما ديك كان شي خرج كنت كنمسنسه كنخرجو كنمشي معاه كنخرجو للرياضه، شي حاجه تيبغي تيعجبو يمشي على رجلو ما كيعجبوش ينهزو يجيو يتمشى. العيل مين طاح ديك الطيحه صافي كيتمشى واحد شويه يقول ماما هزني ما نقدرش نتمشى، ماما هزني ما نقدرش نتمشى. داس واحد سيمانه هيداك ما كاملاش 15 يوم العيل كنشوف لي كتبدا كتنفخ مره كتنفخ شويه بشويه. واحد النهار صافي خفت تخلي الشك صافي تخلعت، قلت لبابا لا ما نقدرش نخلي العيل هيدا راه هادشي بزاف. شبرت ديتو عند طبيب عند اختصاصي ديال الاطفال، شافو تخلع قال لي هادشي بزاف صافي تخلع. قال لي دابا ما نعطيك لا دواء لا حتى شي حاجه، دابا خصك تعمل لي ايكوغرافي عند حكيم. مشيت عملت له ليكوغرافي، شافو هو يخبط يدو قال لي داكشي اللي كنت خوفان منه. قال لي العيل عندك عنده ورم عنده في الكلوه في الجهه الكلوه اليمين. قال لي دابا خصو يطلع للرباط. عرفتي هذيك انا كتشوفي في ولدك كتقطع كبدت كتقطع قدامك كيقول لك ديديا ماما ديديا ماما، باش قلبك كيتقطع كتحسي براسك لو كان تحيدي داكشي اللي عندك في الجسد ديالك وتنزليه، لو كان انه داكشي اللي الجسد ديالك انه يتعالج به تحيدوه وتعطيه له، يعني قلبك اولا داكشي اللي كيعملو الحرق تزوليه من الداس ديالك وتعطيه له راه تعطيه له. عندهم فاش دخلوه لي بداو بداكشي التحاليل والليكوغرافي وصافي، بداو اول حاجه بداو بالشيميو ماشي ديالو، بلا شيميو اللي ماشي ديال المرض ديال ماشي خصوصي المرض، بداو له بالشيميو ماشي ديالو. داكشي اللي عملوا له المراه ولا عملوا له الحصه الاولى الحصه الثانيه الكرزات نفخات ولات منفخه بزاف. من بعد قال لي دابا ضروري خصي رجعتو له، رجعت لطنجة من بعد ديك 3 ايام رجعت لطنجة. فاش العيال تفت نفخات حتى شوف الكرش بدات نفخات بزاف، ما بقاش العيال كيقدر يجلس ولا يوقف صافي مشات المشيه مشات له ما بقاش كيتمشى. رجعتو له الرباط صافي تخلع في ديك فاش تنفخات الكرش رجعتو له عندهم. قال لي العيال ما نقدرش ندير الشيمي غندخل العمليه خصو يدخل دابا البلوك. قال له شتي انا موافقه يدخل ولدك. قلت له خصني انا غير نقدر لي ولدي، يلاه خصني انا غير ولدي انا اللي كنتو كتعرفوا نتوما، انا ماشي طبيبه نتوما اللي كتعرفوا هذا الشيء الطب نتوما اللي دارتين الطب نتوما. قال لي دخلوه قال لي صافي خصك انا نشوف لك الطبيب الغد النهار الاولاني النهار الثاني. الاطباء كاملين اللي بغى يعمل البنج ولا اللي غادي يفتح له كلشي مخلوع، ما حتى شي حد ما قادر يقيس العيال. نهار كامل كيعيطوا تقريبا شي اربعه المرات هما كيعيطوا لي تيقولوا لي واش تينا موافقه على العمليه، واش تينا موافقه على العمليه الاوليه.
تقول انا موافقه عليها، لا خصني غير ولدي يتنقد لي في الاخلاص. البنج حتى شي حد ما بغى يقيسو في البنج، خافوا انفو يعملوا له البنج غادي يموت له في يدهم. فاش كنشوف ديك الكميه ديال الحجم ديال داك الورم داكشي اللي عنده، وما زولوش له داكشي كامل، يعني زولوا له تقريبا غير 90% وبقى 10%. فاش كنشوف داك الكميه كتجيني بحال شي بيبي كيكبر في الكرش ديال الام، ما عرف سبحان الله داك العجب اللي خرجوا له من كرشو. عاد مشى تشخص الورم، عاد العيل باقي بقى في الانعاش، الانعاش 12 يوم في الانعاش. مرة يعيش يقدر يعيش يقدر يموت، يقدر يعيش يقدر يموت. وانا كنعيش ديك المسيره ديك اللحظات جوج المرات كنشوفو في النهار اي من الزاج. صافي دازت هاد المرحله هادي، داك الورم مشاو شخصوه جبروه لغو بلاصتو. قال لك من اخطاء انواع الاورام اللي تكتشفت لحد الان، يعني ورم قبيح، يعني ما نقدرش نضمنوا لك العيش ديال ابنك. يعني قالوا لي حنا غنمشيو كلشي في يد الله. دازت المرحله السيمانه الاولى بداو تيعملوا شيميو، شيميو تراب كشيميو مجهد. العيال صافي بدا كيتسف وتقيايل، يعني هزيتي عايل وحده واحد اخر. وانا كان ولا ماشا 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 معاهم حتى دازت واحد فاش دازت واحد السيمانه الاوليه الثانيه. جا الطبيب ديال القلق خصنا نعملوا له ديك لا شومبر ان بلاطون اللي كيدوزو منها الشيميو تيرابيك. قلت له ماشي مشكل صافي، عطيني العيال خصو يدخل البلوك يتبنج يتعمل له. هادشي كامل كتعيشو وانا عايشه هادشي كامل، ماشي معاه بكل القوى وكل وكشابره في راسي. مشيت عملوا له دخلوه ديك البلوك، عملوا له ديك لا شيميو تيرابيك، عملوا له ديك لا شومبر، عملوا من بعد ديك لا شومبر اللي كيعملوا. فاش المهم دوزو الحصص ديالو ديال الشيميو عملوا الدواء اللي كيعملوا. فاش انا غنجي لطنجة الحاجه اللي بقات فيها يعني كناخذ جميع النصائح ديالهم بالتدقيق درجه درجه، يعني خطوه خطوه. كنمشي تيقول لي فاش انا ما جا لطنجة قال لي تيقول لي العيل راه المناعه ما كاينش. قلت له عارفها اسمي الدواء اللي كيقول اللي خصو يتعمل له كنعطيه انا. تيقول لي هل اشنو تعمل له فاش بغي نجيبو نرجعو لعندهم تعطيني تحاليل باش نعملو ديال المناعه واللي خصني نعمل له قبل ما نجيبو للرباط. كنصيفطو له في الواتساب باش يشوفهم، كنعملهم هنايا هنا في طنجه وكنسردهم له في الواتساب باش كيشوف دوك التحاليل هذا الطبيب ديالو باش يقول لي واش يمكن لي نجي ولا ما نجيش. كان سرد هادشي كامل كامل الا حاجه واحده واللي هي اهم حاجه، هي ديك لا شومبر. العوال كامل اللي كانوا معول دي في السيرفيس كلهم عندهم ديك لا شومبر مزيانه ما فيها حتى شي حاجه، يعني عادي مع عدل مزيان. كيجي العوال كيجيو كيعملوا الشيميو ديالهم عادي الا بني انا. فاش انا بغيت نجي لطنجة ما قاليش راه ديك لا شومبر خاصها تسوانا، يعني انا كناخذ بالنصائح ديالهم يعني بتدقيق نصيحه بنصيحه. ما قاليش ديك لا شومبر راه خاصها تسوانا بلا كل وجد المرات في النهار تنظف، كل وجد المرات في النهار تعمل سميتو باش تبرى. خلي انا مكثرت ما انا العيل مريض والعمليه في الفتحه والعيل ضعاف كنهزوه بشويه ونحطوه شويه، يعني كان ما كنقدرش نحاديه. وحتى هذيك ما كنقدرش، هو العيل كتحل ديدي ماما ديدي ماما ديدي ماما صافي. خليت ما ديت ما عرفاش ما نصحونيش بشي حاجه باش نعملها. فاش رجعت لعنده مجبوره تعفنت، قال لك لا تي الفلطه ديالك. قال لي بقى واعس مع اشني الهضره ما جاك. قال لي شنو فاتينا معلاش ما سوينتي شي فاض علاش شنو ما عرفاش هذا الشيء. قلت له ما يمكنش نعرف شي حاجه ندرس الطب باش نعرف انا هذا الشيء. ما درتش انا ما فرمي راه ما طبيبه وما غتغلبليش باش انني وحتى ما كنتش عارفه باش نسوانيها ما غيغتغلبليش باش من هنا من الدار ديالي لعند شي سبيطار الحومه ولا شي عند شي فرميره لي يسوانيوها لي ويعطوني العائل. ما غاديش ماشي انا غتغلب ما غتغلبليش نمشي انا ملي كنمشي من طنجه للرباط وغتغلبني نمشي من الدار ديالي لشي اوبيتال ولا شي غير شي مصحه ولا شي مستوصف. خليتها جا الطبيب ديالك قال لك صافي دابا ما بقاوش ندوزو الشيميو من هذيك ديك لا شوم، غنبقاو ندوزوه لهم العرق ماشي مشكل. هذيك كتسوانا هذه دابا هما ولاو مكلفين بها كلو كينطفوها. هو عارف ان هذيك راه خطيره ما يعني مادام انك انت كدكتور ودرتي الطب وتينا كتعرف هذيك لا شوم بانها تعفنت وتقدر تسبب للعيل في مشكل قبيح ديال القلب، وانت علاش خليتيها؟ زولها قولوا نزولوها، يعني في نهايه المطاف انت زولتيها. وتا ما زولتي حتى فات الفوت، تا داز الميكروب للقلب
من بعد ندز الميكروب للقلب استقتلنا في عملية القلب مفوقش أنا غنكتشف أنا العائل مرض دازل الميكروب للقلب فاش طلبوا لي زرع النخاع فاش طلبوا لي زرع النخاع وما بقاش شادوا طب الأولى اللي قالوا له شادوا بخوف آخر ولي شابرو دخلت نهار اللي بغاو كيفاش غادي يكتشف ذاك البخوف الميكروب دازل القلب دخلوه عشان الإنعاش باش يعدلوا له ديك لافوا سونترال في العرق ديال في العنق الطبيب اللي كيعدلها هذا هو نيزه اللي كنعمل له البنج من الخدمه ديالو الطبيعه ديالو كيخدم هو كيشوف التلفازه اشني كاين في القلب فاش خدم فاش شاف ديك فاش بغى يبدا يتيحشي واحد التيو كيحشي في العرق باش كيمشي داك التيو كيدوز للقلب فاش بدا كيشوف في التلفازه وكيشوف كيبان له الميكروب في القلب مع انني قبل ما ندخل الانعاش عملت له ليكو تلفازه القلب وطبيبة اختصاصية القلب اللي كتعمل القلب وشافتها وانا بعيني شفت انا الميكروب شي حاجه كتمشي وتجي في القلب كتقول لي ما عرفتش شنو هادشي كيمشي ويجي في القلب في القلب وانا واخا انا ما كنفهمش في الطب راه مع عيب دمغيا وعيب عيني كنشوف قلت لي بحق انا غنشوف مع الطبيب ديالو وانا ما كندخلش في الحاجه مسائل طبيه ديالهم مسائل مهنيه اللي ما عنديش بها اختصاص وما كنفهمهاش ما كندخلش فيها يعني غير الخدمه ديالهم شافت ديك الشيء كيمشي قالت لي انا كيحسب لي عمرت له في الرابور يعني الرابور راه مكتوب فيه كل شيء فاش جا فاش داك الطبيب اللي بغى يعمل له ديك لافواسون دخل في الانعاش كعيط للطبيب ديالو جا الطبيب اللي كيجري انا جالس عيط في الباب ديال الانعاش جا كيجري كنشوف عيشتو كيجري قلت شي حاجه هادي دخل خرج قال لي ما غنبداوش له زرع النخاع قال لي كل شيء تضرب لنا في الزيرو قال ما نقدرش قال العائل عنده شي ميكرو في القلب خصنا دابا نشوفو طبيب القلب وقفنا كل شيء سمحنا في الشيميو سمحنا في العمليات يعني دخلنا لواحد دوامه اخرى هي سيرفيس القلب كان الاول ديال رمضان ديال 2021 قال دابا خصنا نشوفو مع طبيب القلب جا طبيب القلب شاف قال ضروري خصو عمليه القلب ما يمكنش يعمل شي حاجه من غير وقفت الشيميو وقفت كل شيء وليت دابا في القلب حتى صبر هذه فاش كنتي كدوزها ربي اللي كان معايا ربي اللي كان معايا ورضات الوالدين شنو نقول لك شي واحد المعاناه مع اخر حاجه كنت كنتخيلها في راسي اخر حاجه كنت كنشوف فيك بنتك كيفاش كيلعبوا فيها كنشوف في الاهمال الطبي كيفاش كيعيشوا مع واش التجارب بحال فئران التجارب صافي نيشان بحال كيعملوا التجارب في الفئران ايوا صافي دخلت للسيرفيس ديال القلب وقفت شي ودخلت للسيرفيس ديال القلب هنا بدات المعاناه شي اخرى عاوتاني ديال القلب دخلوه لعمليه ديال القلب عملوا له العمليه كيدخل واحد الطاقم ديال الطبي باقيين لي ستاجير صغارين كاين اللي كيتعلم ها اللي كي هما وكانوا عارفين ان العيل غادي يموت كاين اللي مزيانين وكاين اللي خايب كاين اللي باغين غير الفلوس الهم الوحيد ديالهم هو الفلوس كيبقاو يشوفوا في كيشوفوش في داك الانسان اللي كيتعذب وكيس كاينش ديك كيشوفو كيشوفو غير الناس مهمهم غير الماده الفلوس صافي دخل داز ديك المده ديال السيرف ديال القلب من بعد فاش داك الشهر فاش طلعتو السيرف ديال بيدياتري ديال العواول العاديين رجعتو قبل العيد ديال قبل يوصل العيد حيت رمضان كامل دوزو تما في سيرفيس القلب شوف فاش بديت عاوتاني غنبدا مرحله نرجع عاوتاني من الوراء نشوف داك في وصل داك المرض ديالو ديال السرطان نشوف فين وصل بديت عاوتاني بلي كوكا فاش بديت الفتاه الاوليه قالوا لي راه قال لك المرض زاد كبر يعني عاود كانت ينقص فاش كنت كنتحارب معاه كنتقاتل مع المرض يعني راه فحال شي كتقاتل مع شي وحش بحال كتقاتل مع شي شنو نقول لك ماشي غير وحش كتقاتل مع شي حاجه كبيره شي فحال شي كتصارعي مع شي حاجه اللي هي قويه عليك وشكون كان ديك الساعه شكون كان كيصرف شكون كيفاش كنتي كتعمل قبل ما كنبش على الله كان داكشي اللي عاونوني الناس به عاونوني الناس من في الايام الاوليه داكشي اللي كانوا يعاونوني به الناس ولا كنت كنديباني راسي ونخلص هادشي اللي كانوا يعاونوني به الناس الله يكثر خيرهم كنوجه لهم شكر من هذا المنبر الناس كاملين اللي عاونوني وقفوا معايا من هذا المنبر كنوجه لهم شكر ما نكرهش خيرهم الله يكثر خيرهم تعاونوا معايا الناس صراحه الله من بعد هادشي كامل فاش رجعت فاش جبرت المرض زاد كبر تيقول لي بخوف كيف ولدك كيهضر معايا مسكين كي يجي يقول ماما نعس حدايا ماما
انا ماما ديدي ولا بدرجة انه عيكا يشوفهم داخلين عنده ماما جري عليها ماما ماما جري عليها تعملي ديدي غتعملي ديدي غتعملي شنو كتقل لدرجة واحد الوقيتة صافي تقسح قلبي واحد اللحظة وليت انا كن في شلل العرق في المشا في هذه ما جبرتش فيها العرق هذه هو اللي تضعيفات ولا غير 8 كيلو اللي فيه تولت انا كنوليت انا كندخل معاهم في هذا في المهن ديالو تقول انا فتش معاك على العرق عيش بعسر بغيش باش ما يبقاوش كل دابا وساعه يتعذب يتشك هنا يتشك هنا يتشك هنا في رجلو لدرجه ان حتى رجيلاتو تشكو تسمع عند رجيلاتو تشك حتى كنبغاو حتى الراس ديالو بغاو يجبدوا منه العرق صافي خليتو خليت في حقات هيداك بقيت في ديك ما ينفعش دخلتو لذاك السيرفيس فاش شافوا المرض زاد كبر ويقول لي الطبيب ديالو عشان يقول لي خصنا ندوزو غنعطيه واحد الشيميو قاصح مجهد موراه حنعطيه منو حصه وحده موراه راه خصنا نشوفوا العمليه نشوفوا كيفاش نكرطوا له داك المرض وداك الشيء ديك 10% اللي بقى د الوره بقات في الجهه ديك خاص الكلوه راه زولوها ما بقاش الكلوه ديما بقى داك الشيء اللي بقى شاد في العروق قال لي غنشوفوا كيفاش نكرطوا له دائما كان كيعطيوك الامل يعني ما كانش كيقول لك غادي يموت ولا شي حاجه عمرهم قالوا لي غادي يموت عمرهم ما قالوا لي غادي معايا غادي يموت كان باغي يعملوا العمليه ني تما باش يشوف له السرقه لك ما ساعدوهش في ديك العمليه ما في البلوك عامر هذه ما مشي شي تخربيقات بحال هيدا تخرج منها شو يقول له قول له جيب لي العيل السويسي قلت له ماشي مشكل نجيب لك العيل السويسي انا ما عنديش مشكل خصني غير العيل يكون مزيان فاش دخلت العيل تما عند داك الطبيب شافو ويقول لي صافي غدا غادي العيل يدخل البلوك باش يعمل العمليه هما اشنو هو عارف العيل غادي يموت شاف هو عنده لي ستاجير ديالو خصو يدخل يشوفو خصو هما يستاجيو في العيل دخلوا العيل نغد ليه قال لي غمضه به هو الاولاني دخلوه شنو يعملوا انا على اساس انا فاش دخلوا البلوك عول على الطيور ديالو غيفتح له اللي غيفتح له هو خلى لي ستاجير ديالو باش يفتحوا له كرشو باش يعرفوا شنو المهم حتى يدرسوا فيه يقراو فيه يجربوا فيه كيفاش حسيتي ديك الساعه حسيتي راسك محقوره حسيتي ماشي قيمه ماشي كتحس ماشي غير محقوره كتشوف كنكره راسي كتحسي براسك ماشي ما عندكش شي تينا في بلادك وتينا محقوره تينا في بلادك وتينا كتشي يلعبوا بك بحال شي كره كيستغلوا الضعف ديالك كيستغلوا ما عندك شي كيستغلوا الفقر ديالك كيستغلوا انك ما يعني الناس اللي كل شيء عيب الفلوس كل الناس باغين غير الفلوس ما باغينش ما كاينش الانسانيه كنشوف الانسانيه انعدمت يعني القلوب قساحت الرأفه ما بقاتش والرحمه ما بقاتش دخلوه ما كملش ساعه ما قالنا فتحوا له كرشو قال لي حتى لهنا فتحوا له كما كان وحتى الخياطه اللي كيخيطوا اللي باش كيفاش يخيطوا له ديك الخياطه بحال يرقعوا شي دره ولا شي جدرو كنشوف ديك الخياطه والعيب اللي فاش خرجوه لي خرجوا هيداك يعني في يقوم البنج الصحه خرجوه لي والعيب داك يتقي غير الخضوره صافي جلست ديك النهار ديك الليله شافوه ويقول لي انت شفتي قال لي ما نقدرش نحاديه ما نقدرش نزولو قلت لك انا شنو اللي حادين تما ما شوف حنا الانسان كيعاني وما حادين تبركيك شنو يعني لي سيكوريتي اللي تما كيحد حتى شفت نقول وانا واقفه قدام بوك نقول لهم واش شي عنده الطبيب باقي ما دخلش ولا عاد دخل ساعه ما كان هادي هو راه خال لي ستاجير ديالو وكيصوروا له لي الصور فتحها فاش يجي ويقول لي قبل يخرج العيال ويجي ويقول لي اش عندك تسقسي عليا كتقول لي لا الطبيب ما دخلش قلت له راه حيت شفتك ما دخلتيش ولا عاد دخل ساعه ما كان البلوك وتينا مازال ما دخلتيش ما عرفتش كيفاش هاد الخدمه هادي ويقول لي قال لي هاتي نها شوف مع وصلوا صوروا له عملوا الفيديو ديال ديك الفتحه ويقول لي هاتي نها شوف جابرين العيل فتحوا له كرشو عاملين هيدا كل ما قال لي كيشوفوا في المرض شاد له شاد في المسار شاد في الكبده شاد في العروق ديال القلب تقول هاتي نشوف ها باش ما تقولش انا ما فتحت له شي ولا ما عملت شي هو انا كنشوفو كيمشي ويجي هما الناس اللي ديك لي ستاجير اللي صغارين كيتعلموا فيه هو عارفه غادي يموت وتيقول لي هو ما بغاش حالي باش ما يموتلوش في يدو هذا هو الهدف ديال انا ما يموتليش في يدو شديت العائلة خرجوه ليا العائلة نعطيه الماء كيتقيا غير الخضور العائلة حتى شي حاجه ما بقات كنغدوز له ما
ماشي بقى مكمش بالسيكين شو قلي ماما عطيني ماما ديدي ماما وجي وجي وتقية تعطيه الماء يشرب وتقية تقية غير الخضورة عطيه الماء يشرب حتى شي حاجة ما كياكلها كيتقية غير في الخضورة داز داك النهار لغد ليه قلت له شنو واش غادي ترجعوا للطبيب ديالو الدكتور ولا شنو قال لي يمكن لك تخرج لو بغيتي تخرج صافي يعني قداو بي شغل ديالهم يمكن لك تخرج لو بغيتي تخرج لو ترجعوا للشيخ زيد يمكن لك ترجعوا للشيخ زيد يعني صافي حنا لقدينا بالعيل الشغل صافي ساليله منه صافي لغد لي فاش رجعوا ترجعت ثاني للوبيتال ديال الشيخ زيد باش يدخلوه ليا فاش جبتو له لهاد الطبيب ديالو يشبروه تيقول لي شنو قال لي قال لي صافي غير دي العيل قال لي للاسف المرض تغلب علينا للاسف مرت تغلب علينا قدر يغلبنا قال لي ما كنظنش شي حاجه غادي تقدر قال لي باقي لي واحد الشيء ميولي هو عاد خرج نقدر نعملو له قلت له عملو له شنو كتسنى عملو له علاش ما قلتي شتي باقي كتسنى دخلو تيقول لي انا يديه قلت له شنو نقول لك واحد حاجه ما تقوليش يدي العايل انا راه هو كيتقطع قدامي هنا قدامكم ومني غندير هكذا كيفاش غادي نشوف العايل هو كيتقطع قدامي وانا ما عندي ما نعمل له انا جهدي مقطوع صافي شدو تما في داك دخلوه اوسبيتاليزا بداو له غير مورفين كيعطيو غير مورفين عطاو النهار الاولى لي جبتو ليهم الخميس الجمعه السبت الحد انا السبت جي رجعت لطنجه ودخلت مع جدو كيعيط لي تيقول لي بدي عارها العايله راه ما عجبنيش هذا النهار هذا مع جدو تيربك هو كان تيربي كان عنده عزيز تيربي تيقول لي العايله راه ما عجبنيش العايله الحيد راه ما كنشوف اليد ديالو تنفخت شو مسكين سبحان الله العظيم الحيد بقى فليت حتى الاخر لحظه في الحياه ديالو قال شو واش يقول ليه ومعايا جدو في الخط يقول ليه راه وقيله واش دخلات والراحه سبحان الله العظيم باش عارف الاحساس الام انا يلا حطيت الماكله شاد النضغه في يدي هيدا كنشوف فيها تيقول لي جدو تيقول لي العيفه بحال دخلات والراحه تقول له تقول لا شوف 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 عمي شوف شوف ما يمكن شوف شوف مي جهز العيله جبر من الامل قدام الامان شيخو بدي عادي ولا العيل مات العيل مات العيل مات على الامات قول لا ما تقول لي شي ما تقول لي شي ما تقول لي اخر حاجه تقول لي شي ما تسلم وعلات كامله هذا العذاب كامل ما تقول لي شي ما تقول لي شي ما ما يمكنش كنت كنغوتي بوحدتي وانا هنايا بوحدتي شني عندي فلوس ديال التوفيق عندي 1000 درهم ديال التوفيق باش نخلص بها هذيك الجمعيه ديال التوفيق حيت هزيتها عليه هزيتها عليك كريدي باش ندفعها لهم باش يدخلوا لي اوسبيتاليزا وعندي كنخلص بها 1000 درهم في الشهر قلت له هي اللي عندي ولا ما تقوليش راه ماس تقوليش راه ماس اخر حاجه هاد المعالجه كامله هاد الشيء كامل تقولي وعندك 1000 درهم هي اللي عندي شبرتها مشيت شبرت التران شفت التران تيقولوا لي لا ما كاينش كاين عيد دوزيام كلاس قول ماشي صافي خلصت خصني نوصل بكري باش نشوفو خصني نشوفو وصلت في التسعود اللي جبدوه لي من الفريكو جبدوه لي حجره ما شي ما جبرتش كنشوفني بستو صافي امل الدامان شوف اللي بقى فيه فهاد الشيء كامل لي شكل بقاو عندهم انتما شفتوهم ها هما شيكات كامل شفتو شي حدا ديك مشاو عاد شيكات فوقاش كنتي كتنديرو في كل اوسبيتاليزي خصك تنزل مشيك كل اوسبيتاليزي كنزل شيك ابار لي كريدي دو 5000 ابار لي كريدي اللي عملت في التوفيق جوج لي كريدي تخصني كل شهر تعليت لدرجة أن هذا المرض هذا عراني كاملة ما خليت ما بعت في الدار ديالي حوالي كنهز من الدار ديالي ونبيع كنهز ما خليش شحال حاجة بعد بعت حتى من خاتم هذا المغياج ديالي بعتها تقول ما بقيتش كتهمني حتى شي حاجة كنت كن إيه باش نسدد الدون اللي عليا شحال دابا عندك الدون من غير هادو عندي هزيت جوج موافات شحال عندك تما عندي 11,500,000 اللي باقا لي عنده وعندي هنايا وعندي اللي كنخلي هنايا في طنجة عندي من غير هادي ديال الدار من غير عندي جوج فوفا سلف وجوج في التوفيق يعني 4 مليون عندي في جوج فوفا سلف وجوج في التوفيق تيخصني كل شهر ننزل ليهم فيما كتوصل الوقيته ديال الشهر فيما كيوصل الشهر خصني نشوف منين نتقطع ونبيع باش نعطيهم باش نخلص باش ما نتهددش لانهم بداو كيهددوني تيقول لي غنساعدوني هنا كيقول لي غنصيفط لك عون قضائي ولدي ضاع لي مشى
رحم الله يرحمه وراه طير من طيور الجنه. والدنيا بقات متراكمه عليا وانا مهدده بالحبس. يعني انا في اي لحظه نقدر ندخل الحبس بسبب هاد الشيكات اللي هما هادو، وبسبب الديون ديال اللي كنخلص لها ديال وفاه سلف ولا ديال توفيق، مهدده بهم، مهدده بالعون القضائي. كل دابا ساعه تقول لها ما العون القضائي غادي يجي عندك، ها العون القضائي غادي يجي عندك. هيدا كيقولوها لي، ما انني انت ما كتشوف انه واحد في روحي نقدر نقدروا يديوني هيدا بكرشي بالحبس. ماشي الخوف والمعاناه، كنت نقول لهم غدا المغدا يقدروا يهدوني. ما خدامش، لا ما خدامش هاد الساعات، راه اللي ما خدامش وبيدو تاثر نفسيا حتى بمعاناه ديال البنو. ما بقاش قليل فاش شي حتى الدار ما بقاش كيعمرها بسبب هاد المعاناه هادي. انا دابا مورايا 15 مليون ديال الديون، واحد وليت مهدده بالحبس، مهدده بالاعوان القضائيين. كل دابا ساعه يعيطوا لي يقولوا لي غنصيفط لك عون قضائي. النداء اللي كنوجه حاليا كنوجه الناس اللي كيبغيو يعملوا الخير، اللي كيبغيو يتعاملوا مع خوتهم المغاربه في المغرب، لا داخل ولا خارج المغرب، من المحسنين اللي كيبغيو يعملوا الخير، انهم يتعاونوا معايا حتى نفك هاد الديون هادو. والله لا يضيع اجر المحسنين. هادشي اللي كن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.